قبل الفاصل عمر أتم تجربة صناعة الطائرة بدون طيار بنجاح متقن تحت إشراف كامل من سعيد اللي فعلاً ما بخل علينا بمعلومة وخبرة في هالمجال، والحين بينطلقون الساحة مفتوحة حتى يقدر سعيد إنه يوري عمر آلية الطيران وجهاز التحكم عن بعد. في إحنا نسميه قبل ما نطير في شيء يسمونه بري فلايت تشيك. بري فلايت تشيك تشمل تتأكد إن الطيارة جاهزة للطيران، تتأكد الروترز والمراوح حركها بيدي عادي يدوي، تتأكد تتحرك بشكل زين، ما في شيء يعني سبيننج، ما في شيء يوقفهم. حلو، تتأكد مثل كل شيء راكب على الطيارة ثبت زين، التانس كل شيء اوكي تمام. بعدين تبدا نشغلها التشغيل. اغلب الطائرات نفس الفكره، تثبت على الباور. الحين اشتغلت. حلو، نشغل نحط التحكم. فمثل ما تلاحظ في هواء عالي الحين، فما اعتقد راح نقدر نطير بسبه الهواء العالي اللي موجود اليوم، ان فيه سرعه تحكمنا، سرعه الريح واتجاه الريح غالبا. فكل هذا الاشياء تحد من عمليه الطيران لنا، فما اعتقد اليوم راح نقدر نطير. لك بوريك الاشياء الاساسيه كيف انك تحكم. ما راح نطير اليوم بس عشان سرعه الهواء. سرعه الهواء احد الاجزاء، في اشياء ثانيه طبعا تشمل الموضوع، منها تصاريح طيران. اغلب الناس للاسف تتجاهل بعض القوانين وتفكر ان معك طياره تطير في اي مكان. في الموضوع مو صحيح، لازم تاخذ كل عمليه طيران تاخذ عليها اذن طيران من مالك الاجواء. بعض الاحيان يكون هيئه طيران مدني، بعض الاوقات يكون وزاره الدفاع، بعض قطاعات وزاره الدفاع، فلازم اذونات معينه وتصاريح معينه. واغلب الناس للاسف حتى تتجاهل وتصور على الشوارع والطرق والناس، كل هذه تعتبر عمليات طيران محرمه قانونيا. فالحين مثل ما تشوف في عندك لايف فيد من الكاميرا، هذه طبعا هنا تحرك الجيمبل حقت الكاميرا، لاحظ هذا التلت الكاميرا الأمامية هناك. هنا شوف الحين تلتنج يمين ويسار هنا. وعندك up and down فوق وتحت، هذا فوق هذا تحت. وعندك احنا الحين في لويتر مود، تلاحظ مكتوب لويتر. هذا نظام التحويم انك تحوم في نفس المكان، نقلع غالبا في المود هذا. بعدين نسوي سويتش، الحين صار ايش؟ اوتو. صار اوتو. اوتو تضغط كذا يقول لك واي بوينتس، ترسم المسارات، ترسم النقاط اللي تبغى تطير فيها في خريطه مبانه الحين هي بالستلايس. طبعا تقدر ترسم مسارات معينه تثبت. طبعا في اشياء ثانيه هنا، طبعا التيك اوف اللاندنج هنا. حلو. هذا يعطيك الثرست، تشغل المحركات، تسوي لها لوك كذا كامل، تشتغل المحركات. ما نقدر نسوي، شوف هوا، شوفه هوا جدا، ما نقدر نطير، ما راح نقدر نطير. قهر، الظروف الجوية اليوم ما ساعدتنا في تجربة الإقلاع، لكن والله يكفي إن شفنا شاب سعودي مثل عمر جرب شيء جديد كلياً عليه مثل صناعة الطائرات بدون طيار ونجح فيها. عمر كان جداً فخور بتجربته هذه، بس كيف هو شافها من منظوره الخاص؟ التجربة كانت رائعة جديدة بالنسبة لي، ما كنت أتوقعها بالسهولة هذه. هي بسيطة لكن فيها تفاصيل دقيقة، هي اللي تحكم عليك جودة المنتج نفسه. طبعا هذا من اللي أنا فهمته في التجربة هذه، ما أقدر أتكلم عنها لو من خلال تجربتي. لازم أول شيء الدقة في القياسات، والدقة أيضا في المواد المستخدمة، ونفس الأجهزة اللي ركبتها لازم تكون جدا دقيق فيها. الدقة والعلم أساس لهالصنعة، والتجربة تصقلك مع الوقت لصناعة أميز المنتجات والطائرات من ناحية الجودة والأداء. وبإذن اللي ما تنام عينه إننا بكرة نشوف وطننا رائد في هالصناعة الجديدة اللي تتبع للثورة الصناعية الرابعة. وبالنهاية لابد أني أقول لكم مدى فخري واعتزازي بالمهندس الشاب سعيد الزهراني اللي أخذ على عاتقه زمام المبادرة في تأسيس شركة براق لصناعة الطائرات بدون طيار، وهي اليوم تملك عقود كبيرة مع مجموعة من الجهات الحكومية لتزويدهم بهالنوع من المنتجات. وسعيد بدوره حب يوجه نصيحته لكل شبابنا وشاباتنا من خلال هالحلقة. كلمة أخيرة حب أوجهها للشباب وشابات المملكة بخصوص قطاع الثورة الصناعية الرابعة والفورث اندستريال ريفولوشن، إنه قطاع واعد. جهات الدولة تحديدا وزارة الاتصالات ووزارات أخرى عندهم انيشيتيفز، عندهم مبادرات، شركات زي أرامكو وغيرها عندهم توجه كبير في موضوع قطاع الثورة الصناعية الرابعة وتحويل كل العمليات تصير الحين من عمليات تقليدية وسهلة إلى فعلا أتمتة كاملة، إلى تبني
تقنيات الثور الصناعي الرابعة، ومنها الطائرات من طيارة تعتبر أحد التقنيات وقطاع واعد، وما هو محدود حتى في جهة معينة ولا سكتر معين، هو أكبر بكثير